مساء الأنوار أخواتي، مساءكم فل وياسمين. وش راكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحتكم بخير يا رب العالمين. إن شاء الله الفيديو اللي يجي يلقاكم بخير يا ربي. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ما ننسوش الصلاة على الرسول، به ربي يبارك لنا في نهارنا. لهنا البنات راح نشارك فيه معكم هذا الفيديو، راح نشارك فيه المشتريات الخاصة بشهر فيفري. مارغري يعني نقولوا فيفري راهو بدا، ولكن يعني ماشي شرط انه يعني ما كنتش قاعده باه نصور لكم المشتريات كامل مع بدايه الشهر. على هذا كي خرجت قضينا شريت صورت لكم لهنا يعني كامل هذه المشتريات، راح نعطيهم لكم البنات هنا مع الاسعار تاعهم. يعني كل حاجه شريتها هنايا بالسعر تاعها راح نمدها لكم. يعني حبيت نبارطاجيها معكم بس على بالي بكم تشتيوا هذا النوع من الفيديوهات عليها، راني راح نبارطاجيه لكم. بالنسبه ايضا كاين بعض الاشياء تقدروا ديروهم في تخبيوهم لشهر رمضان المبارك. رمضان ما بقالوش بزاف، يعني شهر فيفري فوق ثم ثم، يعني غمضوا عين تحلوا عين تلقاو شهر فات لكم. يعني اليامات عادت سبحان الله، اليامات عاد تجري تجري تجري. على هذا يعني كما قلت لكم رمضان دوك ثم ثم تلقاو هالحاجة لكم، واش قعد ما قعد له والو. على هذا يعني كونوا شاطرات شويه وبداو شويه تلموا حوايج رمضان. اللي مش مديره كارطون رمضان تلم حوايج هكا تنحيهم، اللي عندها تنظيفات ثاني تنظفهم، اللي عندها اي حاجه تبدا ديرها باذن الله. يعني تنقص على روحها. هذا مكان اول حاجه البنات راح نبدا لكم فيها هنايا المشتريات. انا حنصور لكم حاجه بحاجه. هذو هنايا بخاسك غير الحبوب، يعني حنصور نبدا لكم بهم، نبدا لكم بهم نصورهم لكم لهنا البنات. كيما هذا حليب بودر لحظه، مليح يعني كي يكون في الدار سيرتو دوكا تقدروا تشوفوا اللي ندير كارطون رمضان ننصحها انها دير الحليب بودر، مليح بزاف دوك في رمضان تلقاه سيرتو التحليات اذا قدرتي ديري بيه. راح نشارك معكم البنات ثاني واحد الوصفه باذن الله، ان شاء الله نلقى فيها تفاعل فقط، راح نشاركها معكم وتشوفوها من بعد. كيما هذا قلت لكم حليب بودر لحظة هذا بخمسين ألف البنات، بخمسين ألف هذه أشكال. الروز هذا بستة وثلاثين ألف كيلو، بستة وثلاثين هذا المفور بستة وثلاثين ألف. كاين يعني أسعار راهم شوية نقصوا، كاين حوايج نقصوا منهم الأسعار باسك على بالكم دوكا مع رمضان الحوايج منا نقصوا. كيما هذوما راهم مشتريات يومية، كاين حوايج عندنا يعني مازلناش شريناهم، واللي حوايج ناقصين راني شريناهم. كيما لهنا البنات الفيرميسيل، الفيرميسيل كاينه تاع 5500 تاع السيم راهم يبيعوا فيها ب 5500، حوايج تاع عمر بن عمر يبيعوا فيهم 8500. تما كاين يعني اسعار مليح دوكا في الوقت هذا، اما كاين اسعار هبطوا شويه. كيما القهوه هذه، هذه القهوه البنات كاين خي على بالكم انواع بزاف، كل وحده والسعر تاعها ما همش كامل كيما بعضهم. هذه لقيتهم بروموسيون يبيعوا فيها بستة وعشرين ألف، فاكتو بستة وعشرين ألف. والعجائن كيما قلت لكم كامل تاع العجائن هذو تاع سيم راهم يبيعوا فيهم بخمسة آلاف وخمسمية، راهم دايرينهم بروموسيون. برسك سوبيرات كامل، كاين اللي بزاف عم يقولوا لي واش من سوبيرات، سوبيرات كامل تلقاهم دايرين البروموسيون تاع الحوايج تاع السيم. هذه ما عدا برك سباكيتي البنات راهم يبيعوا فيها بستة آلاف، الباقي كلش خمسة آلاف وخمسمية. كاين الحوايج هذوك ثاني تاع الشعير راهم يبيعوا فيهم، ندير لهم سولد حوايج تاع الشعير هذوك البنات ندير لهم سولد. كيما قلت لكم الحمص، الحمص تاع الكيلو ما لقيتوش يعني بزاف، حوست حوست ما لقيتوش، ماشي ما لقيتوش بزاف ما لقيتوش طول. على هذا شرينا تاع هذا هكذا تاع هكذا كيلو، هذا تاع شكاره هكذا. الحمص البنات راهو ب 45000، 45000 تاع الكيلو، هذه راهي ب 40000. والحمص واللوبيا والعدس على بالكم باللي خيرات ربي راهم طالعين في السماء، ما نعرف ليه راهم طالعينهم هكذا. المهم هذو هما لهنا راني يعني نعتهم لكم كامل. هذا ثاني العيش بصح ما عجبنيش، شوفوا كيفاه جاي داير المربع، ما عرف جاي هكا ماشي هذاك كيما داك اللي فتلوه منا، هذاك يجي مليح، هذا ما عجبنيش خلاص، شوفوا كيفاه جاي داير. المهم شريناه نستعملوه صاي، المهم حاجه تسكن. وهذا كليتي ثاني
الخطره اللي فاتت كي درت لكم هذوك التنظيمات تاع البلاكار كانت لقيت لي برك ناقص في العلب هذوك ما عمرتوش بس ما كانش عندنا. ثاني شريت منه 3 لي وهذه الشخشوخه حنا بخاسك شخشوخه البنات وسريده شكار هذه كبيره تاع سريده دوك نعطيها لكم. شخشوخه ثاني هذه ب 13000 تاع الكيلو هذه ب 13000 هذه مليحه شوفوا كيفاه جايه من الداخل. وهذه هي يعني حنا اللي نستعملوها بزاف كي طيبوها ما تستعجلكم ما والو تبقى كيما راهي الشخشوخه هذه. كل خطره يعني قلت لكم نشريو منها هي وتسريده يعني قد ما كيحب انت تشري في الشهر اذا كنتي تستعملي بزاف العجائن هذه تشري في هذا مكان كل وحده على حساب عائلتها البنات وكل وحده كيفاه مولفه تستعمل الحوايج تاعها هذو في الشهر. بالنسبه للبربوشه هذه تاع السيم البنات ب 13000 البربوشه هذه تاع السيم ثاني مليحه. كاين المسفوف تاع السيم ثاني تاع سفينه نقول لكم سيم تاع سفينه ثاني مليح مليح بزاف دوكا تجيكم رمضان تقدروا ديروه ولا ثاني هذوك مكاني اللي يبيعوا الحوايج شغل حاجه مفتوله منا يبيعوا فيها فيسبوك تقدروا ثاني تكومونديوهم كاين اللي يعني تشريو من عندهم ثقه يخدموا حاجه متقونه وحاجه مليحه. بالنسبه للتريده كما قلت لكم كل شهر نشريو منها هذه اشكاره ما تدريش قادرين يكونوا ضيف نتوما تشتيو ديروها كاينين كل جمعه يديروا ماكله هنا يعني كل جمعه نديروا حاجه بصح انا نوعو ماناش نديروا غير بربوشه برك سوي نديروا شخشوخه سوي بربوشه سوي تريته كل خطره وحاجه. كيما هذه الشكاره الكبيره البنات ب 25 هذه شكاره كيما راه الله يبارك فيها بزاف هذه هكذا ب 25 قلت لكم البنات هذه تريته يعني بلا ما تعبي روحك في الدار ولا تظلي تخدمي فيها ولا تشريها طول هكذا تاع الشكاره هذه هكذا في بعضها غير 25 مليحه. ثاني هنايا ثاني العدس كيما قلت لكم كاين عندنا هذاك تاع الساشي بصح ما عجبناش يعني مش كيما هذا مليح خير منه هذا تاع الميزان تاع الكيلو. العدس راهو ب 34000 للكيلو البنات ها هو العدس. الملح والسكر كيما على بالكم الملح ب 4000 والسكر هو ب 9000 الكيلو هذو هما. المهم قلت لكم حبيت نشارك معكم كلش البنات كل حاجه والسعر تاعها. كاين بلايص بزاف الاسعار تاعهم ماهمش كيما لهنا في العلمه عليها كاين تعليقات كي نشوفهم يقولوا لي يعني كاين حوايج زايدين كاين حوايج ناقصين ماهمش كامل كيف كاين اللي يقولوا لي ها الاسعار هذوك ماهمش كيف هنايا نقطه البنات هذوك الاسعار اللي راني مدهم لكم في المنطقه اللي راني نسكن فيها انا مانيش مد لكم في الاسعار تاع بلايص كامل راني مد لكم في البلاصه اللي راني نشري منها منها انا هذا مكان. بالنسبه للزيت البنات كيما على بالكم هذا الزيت مع دوكا جاي رمضان والواحد يستعملهم بزاف ولاكش ما تخدموا بهم من قبل حوايج المهم تخدموا بهم مقروط تخدموا بهم زلابيه تحتاجوهم بزاف. كيما الزيت هنايا هذه ب 25 وهذه زيت القرع الكبيره ب 60 على ما اظن ما على باليش المهم هذه ب 25 وثاني البنات هنايا السمن الكبيره والصغيره الكبيره على بالكم هذه تاع 500 غرام هذه تاع 500 غرام وكاينه اللي كثر منها اللي كثر منها الكبيره خلاص. المهم هنايا البنات هذو الحوايج يعني مهمين واللي نحتاجوهم الحوايج الاساسيه الحوايج اللي كانوا ناقصين هنايا في الدار عليها ني صورتهم لكم يعني غير شريتهم قلت لا غنصورهم لكم مع الاسعار تاعهم. ثاني ايزيس تاع ابل هي وحده بينسو مش حاتك في شهر وبصح حنا رانا نشريو من عند ذاك اللي يجي يبيع هذاك في الكاميونه هذو كان يبيعو راهو عادو يجيو في بارت وفي الولايات كامل. انا كي رحت القسنطينه خطره لقيتو ثاني جا حتى القسنطينه راهم يبيعوا فيهم ما على باليش اسكو نفس العبد راهو يبيع فيهم ولا كاينين وحدين اخرين ثاني راحوا البلايص منا ومنا يبيعوا فيهم. انا المهم لقيتهم كيما قلت لكم يبيعوا فيهم وشت بزاف هضروا على المواد تاعو تاع التنظيف تاع القش قالوا مليحه بزاف وينحيوا ذاك الليطاش ومنكم على بالكم بالقش كيفاه يكون. قلت لكم هذا الايزيس ب 13000 البنات شريتها ب 13000 وكيما قلت لكم ثاني هذه وحده ماهيش رايحه تكفي للشهر كامل
هنا يا ثاني زبدة العبيل ب19000. طب شوفوا كاين حوايج راه جايكم رمضان، يعني رايحين تحتاجوهم بزاف بزاف بزاف، كيما الزبدة، كيما الزيت، السكر، الملح، كاين حوايج يعني كيما لحظة ثاني تقدروا ديروه، راه كاين وكاين اللي عندي يستعملوا غير حليب تاع شكارة، كل واحدة وكيفاه. المهم انا قلت لكم الحوايج اللي تقدروا تستعملوهم بزاف بزاف. ثاني هنايا التوابل، التوابل درت لكم فيديو خاص بهم البنات باذن الله رايحه نبارطاجيه معاكم. هنايا ذواقه ثاني، هذه ب10000، هذه ذواقه. هنايا الخميره هذه الصغيره، الخميره الفوريه، الخميره الصغيره البنات كاينين دايرين كارطون رمضان وراهم خلصوها، الله يبارك يعني ربي يقدرهم. كاين لي ناس محتاجه بالفعل، يعني كاينين ناس محتاجين بزاف بزاف بزاف، ربي يقدرهم ان شاء الله، وان شاء الله ربي يلحقنا رمضان ونصوموه بخير. وان شاء الله هما ثاني ربي يعطيهم وربي يرزق الجميع ان شاء الله. هنايا ثاني هذا راح لي اسمها جامبو، جامبو البنات، هذه الباطة هكذا ب20000، فيها 20 مكعب، هاي ب20000، يعني كي تشريوها هكذا مليحة. سيرتو كيما قلت لكم اللي ما عندهمش ولا يقدروا بلا ما يديروا الدجاج ولا اللحم، يعني كل واحد وما قدروا، الانسان ما يقدرش يقول للناس ضروري انك طيبي بالدجاج، ليه ما طيبتيش بالدجاج، ليه ما طيبتيش باللحم، هذيك الماكله ما تجيش هكذا، الماكله هذيك لازم ديروا فيها اللحم. كل واحد وميزانيته، كل واحد ومقدوره، يعني كل واحد يقدر ظروف الانسان. المهم تقدروا ديروهم هذو، كاين تاع الدجاج، كاين تاع كاين ثاني تاع اللحم، كاين فيها تقدروا ديروهم ويطلقوا البنه البنات، ولا غير يطلقوا البنه كراف مليحه. المهم هنا ثاني صابون عندنا من قبل، ويعني مازال كاين، زدنا شرينا واحد برك للاحتياط. المهم هنا هادو هما البنات، وهنا ثاني صابون، هادو زوج، هادو تاع ريحه ذوق الخوخ، وهادو لهنا طماطم، طماطم هذه تاع الكيلو، وزوج زوج بايط هنايا تاع الكيلو رانا نستعملوهم. وعندنا هذيك تاع لنهار خدمتها معكم البنات، هذيك ثاني راهي كاينه، يعني دوكا جاي رمضان راح نستعملوها بزاف، سيرتو في البيتزا ديروها، في كاين ثاني السوفلي كي ديروا بها، ديروا كوكا تجي روعه بها، يعني حاجه كي تكونوا خادمينها في الدار خير من حاجه تاع برا بألف مره. هذو هما البنات المشتريات تاع هذا الشهر فيبري، ولي حبيت نبارطاجيهم معكم يعني باه نعطيكم فكره على الاسعار كيفاه راهي. كاين ثاني بارطاجيت معكم الاسعار تاع الاواني، شريت واحد الطباسه البنات يهبلوا، من بعد نصورهم لكم، شريتهم من سطيف باذن الله راح نصورهم لكم باه تشوفوهم ثاني كيفاه جايين، جايين في ترونسبارون وجايين بزاف بزاف مليح، نديرهم لكم يعني في فيديو واحد اخر مع المشتريات الخاصه بالاواني، ما خلطش يعني مع الماكله منا، حابه نديرهم لكم في فيديو وحده. وان شاء الله البنات نلقى منكم تفاعل نتوما ثاني، وما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو، ما تنساونيش من تحفيزاتكم وتعليقاتكم المحفزه حبوباتي، ربي يرزقكم جميعا، ربي يعطينا جميعا ويرزقنا جميعا، والى اللقاء في فيديوهات اخرى ان شاء الله.